لا ده مشهد، لان خرجت حالا من مشتل واحنا هنطلع وراها حالا. اسمع يا علي، اوعى تغيب عن عينك، انا جاي لك في السكه، لو ضاعت منك هخرب بيتك، فاهم؟ تحت امرك. اطلع وراها لنا حالا. انت فاكرني عيالة صغيرة؟ هتضحك عليا بكلمتين؟ يا اخي حرام عليك، احترم عقلي شوية. انت ما جبت لي سيرة ولا هي، وشفتكم مع بعض، يبقى بقى ده معناه ايه؟ انا نفسي مش عارف اقول لك ايه، بس الموضوع ليه كده؟ يا اختي يا حلوة، يعني هي خدتك من ايدك وقالت لك تعالى اما اشربك حاجة عصفرة؟ وانت لو فضلت عصبية كده مش عارف اتكلم معاكي، اهدي. انا هادية كويس، بس انا خلاص ما بقتش اصدق. كفاية بقى اني بفوت الحاجات اللي تخص مراتك، اكتر من كده مش هستوعب. ولا انا. نعم. يعني ايه؟ انا مش هضحك عليك واقولك اني قابلتها بالصدفة، او انها كانت عايزاني في حاجة تخص روزها، بس الحقيقة بقى... ايوة انا بقى عايز اعرف ايه الحقيقة. اتحفني. مش ايه دون هقولك. يلا انا سامع. ثانية مين اللي على التليفون؟ استني صار في ايه؟ ثانية واحدة. الو. ايوه. امتى ده؟ ماشي اوكي انا جاي. اوكي ما هي اللي كانت على التليفون مش كده؟ بس يا حبيبتي اهدي هفهمك لما اجي. لا يا حبيبي انت مش نازل قبل ما تقولي انت رايح فين. بس يا صاحبي بطلي جنان بقى. ماشي يا شريف ماشي، بس انا برضه هعرف. يلا يا مجنونه. يا فندم احنا داخلين على مصر الجديد اهو. في انهي حته وانهي شارع يا اخي؟ دلوقتي احنا عدينا روكسي وداخلين على ميدان سفير يا فندم. خلاص خد بالك لا تكون شايفاك. لا يا فندم انا اجرت عربيه وماشي وراها من غير ما تحس. انا مسافه السكه واكون عندك. لو وقفت في اي حته بلغني. تحت امرك. يلا سلام. مع الف سلامه. ورد يا رحمه ورد. اهدى شوية اهدى شوية عشان ما تحسش ان احنا وراها. يا شريف انا وصلت. طب انت فين؟ قدامك كتير؟ ايوه يا رحمه انا داخل عليكي، اقل من 10 دقايق اكون عندك. انا اسفه والله يا شريف تعبتك معايا. لا 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 ولا تعب ولا حاجه، استنيني بس انا جايلك دلوقتي حالا. من اسعد ايام حياتي. ثانك يو. ميرسي يا شريف. اوكي باي باي. بيت ام الزنب مش هرد عليك يا سهر. اتحرقي بقى. زي ما حضرتك امرت ما سبتهاش لحظه، هي وصلت من دقيقه وقعدت في العربيه ما نزلتش. في حد نعرفه في العماره دي؟ ما اظنش يا باشا، بس الظاهر كده هي مستنيه حد لانها واصله بقالها كتير وما نزلتش من العربيه خالص. طب انزل انت. تحت امر عليك.
معلش انا اسف اتاخرت عليك. ولا يهمك انا لسه واصله حالا يعني.